وفعلا اللي يشوفه ما شاء الله تبارك الله بينكم لحمه مره جميله وتستاهل كل خير يا نواف. من يا ترى فارس هذه الليله واللي راح يمسك الحصانه ويقول ما يهم من خصم الامور طيبه؟ ومن هو الشخص الثاني اللي راح يحصل على 2000 نقطه؟ نعلن الحصانه ولا 2000 نقطه؟ نعلن 2000 نقطه. شخص لابس نشماغ وهندام ولا تيشيرت وبدله ولا وش تبون؟ عكسها الا نبغاهم كلهم ثياب. يقول كلهم ثياب ونقول الف مبروك لصاحب الهندام الجميل. لا ان شاء الله صاحب الجلسه الرايقه. اعطوني صاحب الانفاس الهاديه. اعطوني صدى. اعطوني صدى. الشخص هذا ما توتر ابد. اعطوني صدى. الله يستر. في احد بيقف عشان اقول هم من اللي يقفون ولا الجالسين؟ عبد الرحمن اعطونا الاسم. سم عبد الرحمن اعطوني صدى يا ولد. ايش السالفه؟ اعطوه صدى. هم اعطوني صدى كذا. جالس ومروق يا عبد الرحمن. جالس ومروق. جالس ومروق. جالس ومروق. ونقول الف مبروك ثاني للشخص الثاني اللي هو حصل على 2000 نقطة. معلش الاسم؟ اوه كم حرف؟ طيب علي بن هادي يستاهل. كمان ابو هادي المبدع اللي فرح يفرق يا حضري. ابو هادي يفرح المفرج للدمق. عاش ابو هادي. عاش عاش ابو هادي. لكن شد العزم يا نجمة بين عاش ابو هادي. تستاهل يا علي. تستاهل هالتصويت هذا. ما شاء الله تبارك الله عليك. اول شيء من يوم شفته اعطاني صدى وانا داري انه يمكن تراهم احيانا يمقلبون. اول شيء الله يبيض وجه ربعي. والله يبيض وجه الجمهور. يبيض الله وجه اخوياي واشكر كل من هو صوت العلي. لا من عيال عمي ولا من ربعي ولا من الجمهور اللي صوت. بيض الله وجيههم كلهم وجعلني ان شاء الله عند حسن ظنهم وجعلني ان شاء الله اقدم اللي يرضيهم. تستاهل يا سلام. علي وبيض الله وجهك وشكرا لك. تعطيك. يستاهل علي. الآن الفقرة أو الإعلان الحاسم. من الشخص الحاصل على الحصانة بالإضافة إلى 3000 نقطة؟ ومن هو الشخص اللي راح يعدي إبراهيم من هذه اللحظة؟ ومن هو الشخص اللي بإذن الحي القيوم